هذا العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، عام الفيل حسب تاريخ العرب، وبالميلاد يؤرخونه سنة 71 و500 للميلاد. واتفقوا كذلك على أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين. سئل عليه الصلاة والسلام عن صيامه يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، رواه مسلم. هذا ليس محل خلاف أنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، وأنه ولد يوم الاثنين لا خلاف في ذلك، لكن اختلفوا في التاريخ وفي الشهر، اختلفوا في التاريخ. فقيل ولد عليه الصلاة والسلام في الثاني من ربيع الأول، وقيل ولد في الثامن من ربيع الأول، وقيل في التاسع، ويمكن الجمع بين الثامن والتاسع، يمكن جعلهما قولا واحدا مثنيا، يمكن القول بأن الثامن والتاسع، لأن بعضهم ربما اعتبر ليلة التاسع اعتبرها من الثامن فقال ثامن، مثل نحن الآن تو هذه الليلة، هذه ليلة إيش؟ ليلة الثلاثاء، ما كذا؟ تابعة للثلاثاء ولا تابعة للاثنين؟ تابعة الثلاثاء، وربما الحقها جعلها بعضهم لا تابعة للاثنين، لكن الحقيقة هل متفقين أن هذه الليلة هي فيها درس السيرة ولا مختلفين؟ متفقين أن درس السيرة في هذه الليلة، لكن الخلاف هل هي تابعة لليوم الذي قبلها ولا الذي بعده هو اللي تنازعوا فيه. فالجمع بين الثامن والتاسع ربما يسير للتقارب الكبير بينهما، وقول وهو قول قوي، القول بأن اليوم التاسع هو قول قوي جدا، وقول ربما يكون هو الأصح الأصرح والرجيح الأرجح، وذهب إليه من أهل العلم بالسير الخضري صاحب نور اليقين، وذهب إليه صفي الرحمن المبارك فوري، وهو الذي يرجحه شيخنا القنوبي يحفظه الله، وأيضا علماء الفلك الذين تخصصوا في هذا الجانب، محمود باشا الفلكي عالم بالفلك وبالرياضيات ورجل عملاق من عمالقة هذا الميدان، يقول بأن مولده كان في التاسع على التحقيق، الثاني الثامن التاسع، وقيل العاشر، وقيل الثاني عشر، وهذا القول الثاني عشر الذي عليه الأكثر من الأمة والمعتمد الأكثر عند المسلمين اليوم، رغم أنه مرجوح، يعني غيره التاسع أقوى منه، لكنه يعني درج الناس على اعتباره اليوم واحتفلوا به، واحتفوا به عليه الصلاة والسلام فيه. والشهر هو ربيع الأول حقا، لكن شي رواية تقول أنه ولد في رمضان، وشي رواية تقول أنه في صغر، ولذلك قلت اختلف في الشهر، لكن المعتمد المعتبر أنه في ربيع الأول. ولد عليه الصلاة والسلام قبيل فجر الاثنين، منتصف الليل، جاء المخاض للسيدة آمنة، وولد عليه الصلاة والسلام.